الصين مش مشكلة إذا الواحد عنده جزمة. بيقولوا النرويجيين والسويديين إنه في شيء إشي اسمه جو مش منيح، في إشي اسمه الواحد مش لابس منيح. اليوم جاي أقول للنحلات إني رح أغيب عنهم شيء أسبوع. في التراث الإنجليزي وبلدان أخرى على ما أعتقد بأوروبا، وهذا إشي يعني برضو راقبوه، إنه الإنسان النحال لما يموت كتير مرات النحل تبعه بيترك، فلازم يخبروه ويعني يقولوا له إنه صار عنده حدا يدير باله عليه جديد. لما ماتت الملكة إليزابيث راح النحال قال للنحل، هي طبعا مش هي اللي بتدير بالها عليهم بس هي الملكة يعني، فهم نحلاتها. المهم رح أخبر النحلات إني رايحة، وعشان ما يلاقوش، خاصة إذا متعودين يشوفوني كل يوم أو على القليلة يوم بعد يوم، رح أقول لك وين راحت هاي ليكون صار لها إشي، أو يمكن النحل بيعرف لحاله ما بعرف. رح أروح أقابل نحلات جداد فلسطين بالقدس وريحة وجنين. بتفصوا إشي أقولهم؟